في الحقيقة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بترى أن منظمات المجتمع المدني هي شريك فاعل في عملية التنمية، بتكمل دور الحكومات وبتتكامل معها علشان نصل بتنمية مجتمعية شاملة بتشارك فيها جميع الأطراف. منظمات المجتمع المدني لعبت دور هام جدا خلال السنوات الماضية، وأنا بعتقد أن الشعوب ومنظمات المجتمع المدني كانت هي أو كانوا هم الفاعلين الأساسيين في قيام الصحوة العربية أو الربيع العربي. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحقيقة بتحاول أنها تتخذ خطوات فاعلة وبتتبنى نيو فيجن أو رؤية جديدة أو نيو أبروتش بهدف التفاعل بطريقة جدية أكثر مع منظمات المجتمع المدني. في هذا الصدد الأمانة العامة بتعمل الآن على تغيير الشروط والمواصفات التي من خلالها تستطيع أي منظمة مجتمع مدني أن تحضر في المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفة مراقب وأن تشارك في أعماله. في حاجة تانية بتعملها الجامعة العربية، انها ان شاء الله هتعلن 2024 عقدا عربيا لمنظمات المجتمع المدني، وهذا العقد بيهدف الى تنمية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية، بالإضافة إلى أننا بنعمل الآن على بناء شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.